بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزتي الكريمات، فيديو جديد على قناتكم تربوية مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نهضر معكم على برنامج تيسير، حيث كتعرفوا بأنه هذه الفترة ديال استخلاص التحويلات المالية الخاصة بالفترة الثانية من برنامج تيسير. إذا الوزارة كتخبر الأسر المغربية المستفيدة من برنامج تيسير بأنه راه بدات في التحويلات المالية لهاد الدفعة الثانية من هذا الموسم الدراسي 2021-2022، حيث الدفعة الأولى ديجا شديتها واللي كتخص من أكتوبر إلى يناير 2022، والدفعة الثانية كتهم الفترة الممتدة من فبراير اللي هو شهر جوج إلى أبريل اللي هو شهر ربعة. وبطبيعة الحال كاينة دفعة ثالثة وأخيرة واللي كتهم الأشهر المتبقية من السنة الدراسية اللي هما شهر ماي يونيو ويوليوز. كنتمنى انكم تدعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى وصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. في هذا الفيديو غادي نحدد لكم فوقاش هذه الفتره غادي تكون ديال استخلاص هاد التحويلات الماليه. اذا هاد التحويلات بداو نهار 19 يوليوز، يعني 19 في شهر 7 الى 19 في شهر غشت 2022، يعني لمده شهر الاسر المغربيه المستفيده من برنامج تيسير غادي تشد داك التحويلات الماليه اللي بطبيعه الحال كما كنعرفوا هي ليست كافيه. ومن منبري المتواضع اناشد الوزاره انها تزيد في التحويلات الماليه لدعم الاسر باش ترقى الى الطموحات وتساعد فعلا الاسر المغربيه باش تقري وليداتها. اذا التحويلات الماليه بطبيعه الحال كتدوم لمدة شهر، ولكن كما تعودتوا في السنوات السابقة وفي التحويلات الماضية أنه كل مؤسسة كيكون عندها فترة معينة لهذا التحويل، يعني كيمشي المستفيد لعند المدير المؤسسة وكيشد واحد التوصيل، داك التوصيل فيه اليوم اللي غادي يمشي للوكالة البنكية وكالة بريد بنك باش يشد داك التحويل المالي. إذا كل مؤسسة كيكون عندها وقت محدد، وفي هذا الإخبار اللي لاحته الوزارة قالت فيه بأنه خاص المديرين والمديرات ديال المؤسسات التعليمية يخبروا الأسر باش داك الأسر يجيو يديو التوصيلات ديالهم قبل ما تم السنة الدراسية. ومن كنتكلموا على ما تم السنة الدراسية يعني نهاية شهر يوليوز، يعني النهاية ديال هاد شهر 7 غادي تكون النهاية ديال السنة الدراسية والمديرين غادي يشدوا عطلة، يعني غادي يسنيو محضر الخروج وغادي يشدوا عطلة، وبالتالي ما غاديش يمكن لك انك تشد التوصيل في البداية ديال شهر غشت، يعني في ذاك الفترة اللي كتبقى ذاك 19 يوم اللي كيبقاو في شهر غشت خصك تكون ديجا شديت الوصل ديالك وعارف فوقاش غادي تشد هاد التحويل المالي. الاخبار الاخر اللي دارته الوزارة وهو كتذكر بالالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا كوفيد 19. اذا كنتمنى انه نكون فدتكم في هذا المرور اللي هو فقط مرور تذكيري، لانه المذكره موجوده عبر الانترنت، لكن جيت انني نذكركم ونذكر الاسر اللي هما غافلين على هذا الموضوع بانه المرحله الثانيه من التحويلات الماليه اللي كتخص برنامج تيسير انطلقت يوم 19 يوليوز 2022 اللي هو هذا الشهر هذا 19 في شهر 7 2022، وغادي تمتد حتى ل 19 في شهر غشت 2022، يعني 19 في شهر 8 2022. كنتمنى لكم كل التوفيق والسداد، زيدوا دعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.